سلام خويا. لحظة وترجع لك. سلام. سمحنا لحظة. مرحبا خويا تفضل. تونسي؟ تونسي. متشرف خويا. يا عايش. شنو حوالك؟ والله الحمد لله الحمد لله. صحة لاباس. الحمد لله عايش خويا. باردة اليوم. بارد خويا كما تعرف كندا وشتي وبرد. مرحبا بك يا خويا. احنا برنامج مسكون عاملين يعني برنامج على المواطنين اللي عايشين البرة في الخارج. ونشوفوا وضعيتهم اللي عايشينها فهمت ووضعية البلدان اللي عايشين فيها. قالوا بلدان متطورة وكذا فهمت وقارنوها ببلادنا العزيزة الغالية تونس. كان تحكي لنا شوية على الوضع اللي عايشه انت في البلاد هذه شنو اللي ريتو معناها؟ باش نقول لك. خويا اني من الاخر اني راه خانقة هنا وبرشا فدة و واحد فد من الوضع من الاخر. لا حول الله خويا حاسك مخنوق وكان تحكي لنا تفسر لنا اكثر معناها شنو اللي خانق؟ خويا باش نقول لك معناها كل شيء على عينيك يعني انت تعرف تو اللي خريف هو تو فهمت؟ خريف اي هو شجر يعطيك يعني مزيان يهبط برشا ورق اما اني لاحظت حاجه معناها ورق يهبط من الشجر وبرشا شجر وما فماش ورق في القاعه وين يمشي؟ يرحم والديك خويا هكا وحدك قلتها معناها ما نعرفش اني نجم توصل غادي مش الغادي اي مقدس الورق اي اي كتشوفي بلاصه ما نحبوا نفهموا شنو صح يلموا الورق هذاك اخويا كل يعملوا له خدامه وتراك سويت ويخدموا عليه خويا ونظفوه ما يخليوش في الارض رغم انه هو يعني ما يقلق في حد وكل هكا هو الورق مزيان برشا معناه يخسر عليه فلوس ويخسر عليه خدامه ويخلص معناه باش تفهم خويا برشا فهمت لا حول الله يا اخويا خويا من الاخر خويا ما طورش عليك انا من الاخر خويا نحبك نقول لك اني نلقى حلقه من الاخر نحرق من الاخر لمد خويا حق ب 2000 دولار لمدة في جمعتين خويا ونقصد ربي لتونس خويا تعرف تونس انت جو فوضى ودبابز وعرك ومعروك وجو حقيقي ليش غادي مرتاح اكثر يعني؟ مرتاح على الاخر خويا معناها لهنا مخنوق برشا برشا خويا نظام يعني برشا نظام اش باش نقول لك يا خويا ربي معك يا عايش خويا سيس روحك يا خويا عايش السلام عليكم سلام.